متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. فصباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين لكل متابعي قناة شوف تي في. فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين متابعينا الكرام بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فتحية لكل متابعينا الكرام، تحية لكل متابعي قناة شوف تي في. صباح الخير اختي نبيلة، صباح الخير خويا يوسف، صباح الخير لكل متابعينا الكرام، صباح الخير لكل متابعي قناة شوف تي في. فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فمتابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. متابعينا الكرام، الموضوع ديالنا هو شنو رسالتكم للحكومة بعد إغلاق المساجد خلال صلاتي العشاء والفجر بسبب كورونا. فمتابعينا الكرام، سراج نسرين، صباح الخير اختي نبيلة، هذا ماشي قرار، خلي الناس يصليوا. نعم اختي نبيلة. يوسف بالقاسم، صباح الخير. فنيني شتورية، صباح الخير. عزيز، صباح النور. فنيني شتورية، كيدير الجو في بن سليمان؟ مرحبا، الجو جميل جدا في بن سليمان. عبد الوهاب، السلام، صافا الحمد لله، الله يكبر بيك، الله يحفظك. فمتابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فتحية طيبة عطرة لكل متابعي قناة شوف تي في. غيتا أباي، الله ياخذ الحق في الحكومة. نعم. أيوب ميقول السلام، لاباس الحمد لله، الله يكبر بيك، الله يحفظك. متابعي كل متابعينا الكرام، فكنجدو لكم الترحاب معنا في هذا البث المباشر، وكنتمناو أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فتحية طيبة عطرة لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تي في. فصباح الخير، صباح النور لكل متابعينا الأوفياء. سيمو الزيتوني، واش كورونا كتخرج غير من 8 للفوت؟ نعم خويا سيمو، تحية ليك. العربي، صباح الخير. يوسف بالقاسم بن سليمان، كانت ملقبة كومبولو. نعم خويا يوسف، تحية ليك. لحد الساعة في مدينة بن سليمان هي المدينة الملقبة بكامبولو. متابعينا الكرام، اختي ملك المداني، صباح الخير اختي، صباح النور لكل متابعينا الكرام. فكنتمناو انكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. ماريا، فين شتوريا زوين، اجي. مرحبا، مرحبا بك. حمزة، بالليكم. نعم صحيح. فصراحة متابعينا الكرام، فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فصباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين لكل متابعينا الأوفياء، لكل متابعي قناة شوف تي في. شنو رأيكم في قرار الحكومة بإغلاق المساجد خلال صلاتي العشاء والفجر؟ متابعينا الكرام، فأشنو رأيكم في قرار الحكومة حول إغلاق المساجد خلال صلاتي العشاء والفجر؟ متابعينا الكرام، حشوم عليهم. نعم خويا أيوب، تحية ليك. ابتسام الأميري، صباح النور اختي ابتسام، وصباح الخير لكل متابعينا الكرام. فمتابعينا الكرام، حشوم عليهم. سوق تمارا كان عامر البارح، الزحام، ما كايناش كورونا في السوق، وكاين غير في المسجد. نعم توريا اختي، تحيه ليك. رشيد حشادي، السلام، سلام خويا رشيد، تحيه ليك، وتحيه لكل متابعينا الكرام، تحيه لكل متابعي قناه شوف تي في. فكنتمنى انكم تكونوا كاملين بالف خير وبصحه جيده يا ربي. ميلود، كورونا بالليل. نعم خويا ميلود. متابعينا الكرام، اشنو رسالتكم للحكومة بعد إغلاق المساجد خلال صلاتي العشاء والفجر؟
بسبب كورونا. شنو رسالتكم للحكومة بعد إغلاق المساجد خلال صلاتي العشاء والفجر بسبب كورونا؟ شحال في الساعة خويا دابا؟ نعم متابعين كرام، في الساعة تشير الآن إلى الساعة 8 صباحا و44 دقيقة. الآن الساعة هي 8 صباحا و45 دقيقة. صهيب، مصيرهم جهنم خالدين أبدا، هم مسؤولين من يحدث. نعم تحية ليك خويا حمزة. اللي داروا فرنسا كيديروا، حيت فرنسا ماشي مسلمة. نعم سفيان نابوليتانو، حقاش هادوك اللي في الحكومة ما كيصليوش يمكن. نعم عبد اللطيف، قتلونا خويا بزاف، تحية ليك خويا. أيوب، شافو غير المساجد، تحية ليك خويا. فمتابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، كنتمناو أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فتحية طيبة عطرة لكل متابعينا الأوفياء. يوسف بالقاسم، الحكومة راهم تسطاو. فنعم متابعينا الكرام، فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. موضوع ديالنا هو شنو رسالتكم للحكومة بعد إغلاق المساجد خلال صلاتي العشاء والفجر بسبب كورونا؟ متابعينا الكرام، شنو رسالتكم للحكومة بعد إغلاق المساجد خلال صلاتي العشاء والفجر بسبب كورونا؟ متابعينا الكرام، فكنتمناو أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. فبغينا كل متابعينا الكرام أنهم يشاركوا معنا هذا البث المباشر ويعطيونا الآراء ديالهم حول قرار إغلاق المساجد خلال صلاتي العشاء والفجر بسبب كورونا. متابعينا الكرام، فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فتحية طيبة عطرة لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تي في. فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. تشيكا تشيكا، السلام عليكم. عكا حباس، السلام. حمزة، نعم خويا حمزة، تبا لهم وللحكومة. نعم صحيح. متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مرة أخرى معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان، وكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فتحية طيبة عطرة لكل متابعينا الأوفياء. شنو رسالتكم للحكومة بعد قرار إغلاق المساجد خلال صلاتي العشاء والفجر بسبب كورونا؟ بغينا كل متابعينا الكرام أنهم يشاركوا معنا هذا البث المباشر الصباحي من مدينة بن سليمان. محمد، اللهم هذا منكر، تحية لك خويا محمد. أيوب، ما كاين لا كورونا لا والو. فمتابعينا الكرام، كنتمناو أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فتحية طيبة لكل متابعينا الأوفياء، لكل متابعي قناة شوف تي في. فكنقول لكم صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين لكل متابعينا الأوفياء. فمتابعينا الأوفياء، متابعينا الكرام، كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فكنجدو بكم الترحاب معنا في هذا البث المباشر، وكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فشنو رأي شنو رسالتكم للحكومة بعد إغلاق المساجد خلال صلاتي العشاء والفجر بسبب كورونا؟ شنو رسالتكم للحكومة بعد إغلاق المساجد خلال صلاتي العشاء والفجر بسبب كورونا؟ متابعينا الكرام، سفيان عقنبيهم، نعم خويا سفيان. فمتابعينا الكرام، شنو رسالتكم للحكومة
بعد إغلاق المساجد خلال صلاتي العشاء والفجر بسبب كورونا. اختي مالك، بغينا المساجد يحلوا في رمضان، الله يدير اللي فيها الخير يا ربي. أمين. متابعينا الكرام، فمتابعينا الأوفياء، متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فتحية طيبة عطرة لكل متابعينا الأوفياء. بغينا كل متابعينا الكرام، أنا مش معكم على البث المباشر. محسن كمال، المساجد يجب أن تفتح. نعم صحيح. أيوب، حلال حلال هو ماشي بحالهم. نعم متابعينا الكرام، فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي من مدينة بن سليمان، وكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فمتابعينا الكرام، شنو رسالتكم للحكومة بعد إغلاق المساجد خلال صلاتي العشاء والفجر بسبب كورونا؟ متابعينا الكرام، كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. تحية طيبة عطرة لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تيفي، فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بصحة جيدة. متابعينا الكرام، شنو رأيكم في قرار الحكومة حول إغلاق المساجد خلال صلاتي العشاء والفجر؟ متابعينا الكرام، فسي محمد، نهار لجاو العدالة والتنمية قلنا غادي يحيدوا الفساد، صدقوا حايدين الصلاة، بغاو حيدوا الإسلام. نعم متابعينا الكرام، فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فتحية طيبة عطرة لكل متابعينا الأوفياء، كنجدو بكم الترحاب معنا في هذا البث المباشر. شنو رسالتكم للحكومة بعد إغلاق المساجد خلال صلاتي العشاء والفجر بسبب كورونا؟ متابعينا الكرام، فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فتحية طيبة عطرة لكل متابعينا الكرام، شنو رسالتكم للحكومة بعد إغلاق المساجد خلال صلاتي العشاء والفجر؟ متابعينا الكرام، فشنو رسالتكم للحكومة بعد إغلاق المساجد خلال صلاتي العشاء والفجر بسبب كورونا؟ ملاك وأحلى ملاك، تحية الناس بن سليمان، عواش مبارك علينا وعليكم ولكافة الأمة الإسلامية. فكنقول لكم رمضان مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف ألف ألف خير متابعينا الكرام. فتحية لكل متابعي قناة شوف تيفي، كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فمتابعينا الكرام، شنو رسالتكم للحكومة بعد قرار إغلاق المساجد خلال صلاتي العشاء والفجر بسبب كورونا؟ متابعينا الكرام، فمتابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فشنو رسالتكم للحكومة بعد إغلاق المساجد
خلال صلاتي العشاء والفجر بسبب كورونا متابعينا الكرام. فمتابعينا الكرام، كنتمنوا أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فأشنو رسالتكم للحكومة بعد إغلاق المساجد خلال صلاتي العشاء والفجر بسبب كورونا متابعينا الكرام؟ تحية ناس بن سليمان بعد اكتمالك، تحية ليك سهير، شكرا ليك خويا زهير. فشكرا لكل متابعينا الكرام. ماشي الحكومة اللي خدت القرار اللي غلق في غلق المساجد، هذا خطأ. نعم خويا عبد الحق، من أخذ القرار في نظرك خويا عبد الحق؟ زهير. نعم خويا زهير، تحية ليك وتحية لكل متابعينا الكرام، تحية لكل متابعي قناة شوف تيفي. فكنتمناو أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فشنو رسالتكم للحكومة بعد قرار إغلاق المساجد متابعينا الكرام، بعد قرار إغلاق المساجد خلال صلاتي العشاء والفجر بسبب كورونا؟ إذا متابعينا الكرام، فصباح الخير جنات، صباح الخير جميعا، رمضان مبارك، تحية من فنلندا، تحية ليك جنات، تحية لكل متابعينا الكرام. إذا متابعينا الكرام، كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان.